أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار معكم فاطمة الزهراء بن صافي، ونستهل النشرة بأبرز العناوين. في الذكرى 59 لعيدي الاستقلال والشباب، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة بمقام الشهيد. رئيس الجمهورية يشرف على تدشين النصب التذكاري بساحة الشهيد بجمعة حمار بالعاصمة تمجيدا وتخليدا لتضحيات المنفيين الجزائريين إلى أقاصي الأرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر. أجيال من الجزائريين بكاليدونيا الجديدة وبعد أزيد من 160 عاما من المنفى القسري يستمسكون بذاكرة الأجداد ويحنون للعودة إلى أرض الوطن. وفي غمرة الاحتفاء بعيدي الاستقلال والشباب، وقفات للذكرى والعرفان واستحضار لملاحم الثورة المجيدة ضد بشاعة جرائم المستعمر، وعملية توزيع المساكن والإعانات الموجهة للبناء الريفي متواصلة عبر العديد من الولايات. موجة من الحرائق تأتي على عشرات الهكتارات من الغطاء النباتي بغابات عين ميمون بولاية خنشلة، والجهود متواصلة لمحاصرة النيران. تفاصيل النشرة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بداية، أحيت الجزائر أمس الذكرى 59 لعيدي الاستقلال والشباب، ذكرى يستحضر فيها الشعب الجزائري ملاحم وتضحيات الأبطال الأشاوس الذين افتكوا الحرية من مستعمر غاشم جثم على أرضه الطاهرة 132 سنة ذاق خلالها شتى أصناف التعذيب والتنكيل، حتى قامت إحدى أعظم الثورات في القرن العشرين لتزيح عن هذا الشعب جرائم الظلم والاستبداد ويتنسم عبير الحرية والإنعتاق رافعا راية النصر والاستقلال. وبهذه المناسبة ترحم أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمقام الشهيد على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة، فبعد أن استعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية، ودعا رئيس الجمهورية الذي كان مرفوقا بكبار المسؤولين في الدولة والجيش، ودعا إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية المجيدة، وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم الطاهرة.
كما أشرف رئيس الجمهورية على تدشين النصب التذكاري بساحة الشهيد بجمعة حمار بالعاصمة، تمجيدا وتخليدا لتضحيات المنفيين الجزائريين إلى أقاصي الأرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائريين سنتي 1830 و1962 بمناسبة ذكرى استرجاع السيادة الوطنية. مراسم التدشين حضرها رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين بغداد دايج، إلى جانب مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني وملف الذاكرة عبد المجيد شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. سيد الرئيس، تقفون اليوم ويقف معكم الشعب الجزائري عن بكرة أبيه، ولأول مرة منذ استرجاع السيادة الوطنية، وقفة عرفان ووفاء لطالما ذكرتموها لي سيد الرئيس، ولطالما راودتكم والدموع في عينيكم، ولطالما راودت أبناء هذه الأمة الصادقين الأوفياء. نقف جميعا لنحيي الشهامة والإباء والبطولة والتفاني في الدفاع عن الوطن. نقف لأبنائنا أبناء الجزائر الذين وقفوا في وجه العدوان الفرنسي طيلة القرن 19 وبعده، والذين لم يسعفهم الحظ بالنصر، بل وقعوا بين أيدي البطش والظلم، واقتلعوا اقتلاعا من وطنهم وذويهم بكل وحشية وبدون مراعاة لأي مشاعر إنسانية، وقذف بهم إلى أقاصي الأرض وعلى بعد آلاف الكيلومترات وفي أمصار لا يعرفونها ولا يملكون أي عدة للعيش فيها. إنها وقفة للمثل العليا والأخلاق السامية التي جعلت بعضا من أبناء هذه الأمة يقذف بهم عبر المحيطات والبحار ويجتثون من أرضهم لا لشيء سوى أنهم أحبوا وطنهم في أرقى ما يصل إليه حب الوطن وأزهى ما تخفق له القلوب، الذود عن الحمى والحرمات والدفاع المستميت عن الوطن والعقيدة وكل ما يميز الشعب الجزائري من أرض صولة الصائل. رحلوا والوطن في قلوبهم وفي أعناقهم وعلى عاتقهم، والألم يعصرهم، والقلب منهم يدمي، والعين منهم تدمع، والحسرة منهم تخنق الأنفاس، وسارت بهم السفن إلى آفاق مجهولة في أفواج رهيبة لم تنقطع طيلة زهاء قرن كامل، أي منذ 1837 إلى أواخر الأربعينات من القرن العشرين، إذ كانت الأفواج الأولى قد وجهت إلى جزيرة مارغريت قبالة مدينة كارن الفرنسية في المتوسط، ثم إلى جزر كاليدونيا وكيان وغيرها من الأقطار، ولكل فوج قصة ولكل فوج غصة. لا يمكن أن نتصور الألم والحرقة على ترك الوطن والأهل والانقطاع عن الجذور وترك الذكريات والأفراح والأقراح، لأن كل ذلك تعجز فيه أي لغة مهما كانت بلاغتها ومهما كانت كفاءة روادها، لأنه حديث النفس مع نفسها وبلغة المشاعر التي لا تحتاج إلى لسان. إنها مناجاة لا تصل إليها يد الإنسان، لأنه حديث محرق ومدمر، علامته العين الشاردة والدمعة الساخنة والحسرة المتدفقة من الأعماق. تلك هي العلامات والشواهد التي اختطفها واختزنها الأحفاد وتشبعوا بها، فانتقل إليهم حب الوطن والتعلق به على مر الأجيال، ولا زالت ألسنتهم تلهج بحب الجزائر، ولا زالت تحن وتتشوق لرؤية الجزائر جيلا بعد جيل. إنه مد لا ينقطع، لأنهم اقتبسوا من الأجداد كل ما يربطهم بوطن لم يروه ولم يكن لهم من الحلم لولا ما رسمه الأجداد وبصمة بالإشارة
فقط فوعوا الدرس. إن قصة الجزائريين المنفيين إلى أقاصي الأرض قصة من أروع القصص التي يمكن أن تذكي الروح الوطنية وتؤجج المشاعر النبيلة وتجمع ما تعمل أيد آثمة على تفريقه وتشتيته، ولا تأخذ الأجيال المتعاقبة من هذا المعين الطيب لتراجع نفس النفس وتنصرف إلى العمل الجاد لبناء وطن جليل جلال النفوس الطيبة المطمئنة التي سقطت أفواجا وأفواجا وخضبت دماؤها هذه الأرض الطيبة الطاهرة وسالت بسخاء ولم تبخل من أجل التحرر والانعتاق. إن الحصارات التي أطلقها المنفيون من ديار الغربة وشقائهم تشكل الدرس البليغ الذي لا بد أن نستخلصه وتستخلصه الأجيال المتعاقبة، وقد استخلصته بالفعل، وبقي على هذا الجيل من الأجيال الصاعدة أن تستخلصه وتشمر على السواعد وتنطلق في العمل الخلاق لتكون فعلا خير خلف لخير سلف، وأن تثبت أنها حقا وفية وفاء مطلقا لما قدمه السلف ولما تعذب من أجله. إن واجب الوفاء يقع علينا جميعا اليوم ويقع على الأجيال القادمة لكي لا تضيع جذوة الوطن وحب الوطن وتبقى الشعلة التي تنير طريقهم كما أنارت طريقنا. هذه سيد الرئيس هي اللوحة المتمثلة في النصب التذكاري الذي تدشنونه اليوم، فقد توخينا فيه البساطة مع العبرة البليغة والرسالة الأصيلة، فهو كما ترون يمثل النفي في حشد من أبطالنا يساق إلى السفينة وصوت الجلاد يدفعه للركوب رغم أنفه. فعلى الجانب الأيمن يقف رجل يفهم من قامته أنه يحمل كل معالم الأصالة والشجاعة وربما الحزن، ولكن بدون أن يظهره، فهو يرفع يده يستشرف المستقبل ويسأله عما يخفيه، وفي نظرته الثاقبة تساؤل واضح. فمع أنه يبدي عدم اهتمامه بالجمع الذي يساق إلى المنفى، ينظر إلى المستقبل لقناعة راسخة أن التضحية لابد منها ولا مفر، لكن النظرة موجهة لحامل العلم هذا الرجل في الجهة اليسرى، وهو من حيث الشكل أصغر منه، فأمنيته هي هل سيكبر هذا الرجل ويتمكن من إكمال رفع العلم وهو في الرسم منتكس؟ هل سيأتي يوم يكون فيه ذاك الرجل عملاقا ويتمكن من رفع العلم إلى الأعلى وليرفرف ويتموج بصورة كاملة كلما داعبته الرياح؟ وكأن الرسالة التي نلاحظها في حركة يده وفي نظرته سيسمعها الشاعر الجزائري محمد العيد الخليفة الذي كتب نشيد من جبالنا طلع سنة 1931 وقال فيه: يا ترى يا ترى يأتيك يوم تزدهي فيه الحياة. وهو الرجاء الذي رن في آذان محرري بيان أول نوفمبر عندما نص على إعادة بناء الدولة الجزائرية، لأن إعادة بناء الدولة الجزائرية ستزدهي فيه الحياة وفي الجزائر وستزدهر. هذه السيد الرئيس وأيها السادة هي رسالة المنفيين إلى أبناء الجزائر البررة، وهذه هي الرسالة التي يرمز إليها هذا النصب التذكاري. حفظ الله الجزائر وأخذ بأيدي أبنائها إلى صون كرامتها وتحقيق آمال شهدائها الأبرار. وفي هذا اليوم الأغر الذي نحتفل فيه بالذكرى 59 لاستعادة السيادة الوطنية، نبتهل لله العلي القدير أن يسدد خطانا وأن يلهمنا لخدمة هذا الوطن العزيز بما يستحق. وكل عام وأنتم بخير والجزائر بخير. رحم الله شهداءنا الأبرار. تحية الجزائر عزيزة المكرمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبكاليدونيا الجديدة التي هجر إليها العديد من الجزائريين ومارس الاستعمار ضدهم أصنافا من التعذيب والنفي. آلاف الحفدة يستمسكون بذاكرة أجدادهم مما هجروا قسرا إلى أقاصي الأرض. اليوم وبعد أزيد من 160 عاما من المنفى لم تخمد جدوة الحنين والشغف رغبة في العودة إلى الوطن الأم. التغطية لعفف بالهشات والتقرير لنجوى جدي. رغم بعد المسافات بآلاف الكيلومترات على الوطن الأم يحافظون على جذورهم ودينهم وثقافاتهم. هم أحفاد الجزائريين المنفيين في كاليدونيا الجديدة. نعيش دائما على رائحة الوطن. عندنا مقبرة أجدادنا نحرص على تقديم الصدقات. أنا وإخوتي وأبنائي نحافظ دائما على استمرارية تقاليدنا. الصدقة هي الوعدة التي تقام في هذه المقبرة التي بنيت من أجل الأجداد. الجيل الثاني إلى الرابع من المنفيين الجزائريين هنا، من بينهم بالقاسم بوفناش جد عبد القادر الذي رحل وعمره لا يتجاوز 14 سنة. بالنسبة لي أنا جزائري وحتى النخاع. هم ينادوننا هنا بالعرب. جدي حافظ على تقاليدنا، كان يقيم 9 صدقات في السنة، وأبي أيضا سمى أولاده كلهم بأسماء عربية، أحمد، الزهرة، زينب، كان يتكلم العربية بطلاقة. أتذكر أن كل كبار السن كانوا يأتون إلي للحديث والتحدث معه. هذا الارتباط الذي دفع عبد القادر للسفر والعودة إلى الوطن الأم عدة مرات آخرها سنة 2011 مع مجموعة من أحفاد المنفيين. سونيا كانت ضمنهم، حيث زارت دوار بوطالب قرية جدها بركات بن رابح بن عمر المرحل قسريا قبل 120 سنة. إحساسي بالعودة بالذاكرة إلى جدي، إلى أصولي، إلى جذوري على هذه الأرض والتواصل مع العائلة كان رائعا. عند وصولي وسط هذا الحشد العائلي كنت أشعر بأنني أرى والدي في كل الوجوه. عندما ركبنا الطائرة تجاه الجزائر لأول مرة كانت قلوبنا تنبض بسرعة لرؤية بلد الآباء والأجداد، وعندما وصلت قبلت تراب هذا الوطن الذي أقدسه أنا وأبائي. أريد الموت وأنا مسجب العلم الجزائري وأدفن في وطني بكل فخر واعتزاز. هي أمنية مشتركة لكل الجزائريين الذين يعيشون هنا. وفي ذكرى استرجاع السيادة الوطنية جدد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الوفاء بالالتزامات بدعم من المواطنين الغيورين الثابتين على المبادئ النوفمبرية، مؤكدا أن الوعي الوطني للشعب الجزائري هو حصن المصالح العليا للأمة. هذا وأشرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أول أمس على الحفل السنوي لتقليد الرتب وأزداء الأوسمة الذي أقيم هذه السنة بقصر الشعب. طريق الوفاء للشهداء ولعهدنا مع الشعب الجزائري واضح المعالم والغايات، وقوده وعي وطني متوقد لمصالح الأمة العليا. رسائل من السيد الرئيس في ذكرى انتزاع الحرية التي وسمها هذا العام الحدث برحاب قصر الشعب بكل ما يحمله من رمزية لرابطة جيش أمة بإشراف شخصي من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة. لتترصع تقاليد وطننا الغالي ومؤسستنا العسكرية بسنة حميدة ترقى من خلالها إطارات الجيش الوطني الشعبي تقديرا للجهود وتثمينا لمثابرتهم في خدمة جيشهم ووطنهم في ظل جزائر واعدة رسمت أفقها على خط واحد. يجدد فيها السيد الرئيس الوفاء بالالتزامات بدعم من الوطنيين الغيورين الثابتين
المحافظين على المبادئ النوفمبرية، وإن اعترى الضباب أنظار المنساقين إلى الدعاية والتضليل من فاقدي الموضوعية والنزاهة الذين لا يتورعون عن الإساءة للدولة ومؤسساتها، فالثقة كل الثقة في قدرة الشعب الجزائري على دحض نوايا ومنورات التوجهات المريبة للنيل من أمن الجزائر وتصديه بقوة وحزم لكل من تسول له نفسه التطاول على الجزائر القوية بشعبها وجيشها. وفي ذكرى غالية حق لنا أن نتفاخر بها بكل اعتزاز، تسير الجزائر بخطوات نحو الأهداف والأولويات لخدمة الشعب بأخلاقة الحياة العامة وإشاعة روح المبادرة وتكريس المواطنة والحس المدني والاعتزاز بالهوية والانتماء. وفي السير نحو بناء مؤسسات قوية للشعب وفقت الكلمة في تشييدها لاسترجاع الثقة والمصداقية لمؤسسات الدولة، خطوة هامة خطوناها في اختيار الشعب لممثليه في البرلمان، والمطلوب اليوم نجاعة المؤسسات أمام التحديات الجمة اقتصاديا واجتماعيا. وقفة حبان الله فيها بأغلى ما يمكن أن تتفاخر به الشعوب، والعبرة أن نستلهم مبادئ وطنية مقدسة رسخها جيل من المجاهدين والشهداء الذين ضحوا ليحيى الوطن. أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة مساء أمس بالنادي الوطني للجيش بني بسوس باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. أشرف على حفل بمناسبة الذكرى 59 لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، نظم على شرف إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين وكذا عدد من الإطارات السامية في الدول. وحضر هذا الحفل الذي يندرج في إطار التقاليد العريقة للجيش الوطني الشعبي المخلدة لتاريخ الجزائر المجيد رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول، إلى جانب شخصيات وطنية وثلة من المجاهدين. المتابعة لمحمد رضا بوزيان. هي التقاليد العريقة للجيش الوطني الشعبي المخلدة لتاريخنا المجيد وتخليداً لأرواح الشهداء الأمجاد. فبمناسبة الذكرى 59 أشرف السيد الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسم السيد رئيس الجمهورية على الحفل المنظم بالنادي الوطني للجيش بحضور رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الدستوري، الوزير الأول، إطارات سامية في الدولة إلى جانب إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين وشخصيات وطنية وثلة من المجاهدين، حيث استمع الحضور في البداية إلى النشيد الوطني من أداء فرقة موسيقية للحرس الجمهوري. ثم تابع الحضور عرض فيلم وثائقي من إنتاج مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي بعنوان الجزائر أرض الكرامة والكبرياء. يختم
اختتم الحفل بعروض شيقة للألعاب النارية. هنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العصومي رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون وحكومة وبرلمان الشعب الجزائر بمناسبة عيد الاستقلال، مؤكدا أن هذا اليوم يمثل حدثا وطنيا نبيلا يعزز الوحدة الوطنية ويرسخ الشعور بالانتماء للوطن، ونستحضر فيه التضحيات التي قدمها الشهداء الأبرار من أبناء الشعب الجزائري، سائلا الله عز وجل للجزائر دوام الأمن والاستقرار ومزيدا من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. واحتفاء بالمناسبة، وقفات للذكرى والعرفان وتظاهرات متنوعة عبر الوطن ترصدها فوزية تاش. تعود الذكرى هذه السنة برؤية جديدة يتطلع إليها الشباب في عيدهم هذا ووطنهم هذا، فكان الاحتفال بذكرى 59 لعيدي الاستقلال والشباب عبر أرجاء هذه الأرض الطيبة بالترحم أولا على من حرروا الوطن ورفعوا رايته عاليا بقراءة فاتحة الكتاب ورفع العلم الوطني. هي مناسبة للتشييد والبناء في عدة قطاعات مست المواطن واحتياجاته الأساسية الاجتماعية من شرق البلاد إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه. بشبكة الغاز الطبيعي ربطت أحياء لتزويد ساكنيها بهذه المادة الحيوية، ودعمت محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بمولدات جديدة لتخفيف الضغط عليها خلال هذه الصائفة. وهياكل تربوية بالمناسبة سميت باسم شهداء الثورة تخليدا لذكراهم ولترسخ أسماؤهم في أذهان أبنائنا. ولدعم نشاطات الشباب الرياضية هياكل مجهزة وضعت حيز الخدمة لتكون فضاء لاحتضان مواهبهم الرياضية والثقافية والفكرية. اختلفت الإنجازات والمشاريع التنموية عبر كامل تراب الوطن، والمستفيد المواطن الذي ينعم اليوم في كنف جزائر حرة مستقلة تستغل ثروتها وبسواعد أبنائها تبنى. الذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب تم فيها استعراض إنجازات بريد الجزائر بإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لوزارة الشؤون الدينية وتنظيم المسيرة الوطنية لسعاة البريد، وبمشاركة فئات شبانية نظم المجمع البترولي لسوناطراك دورة رياضية لكرة القدم بولاية بومرداس. التكريم والاعتراف كان أيضا من نصيب كل من قدم خدمة لهذا الوطن في ماضيه أو حاضره، وكان شعلة تنير طريق شباب الجزائر ليكون اليوم هو حامي وراعي هذا الوطن. وفي غمرة الاحتفال بالذكرى تتواصل عملية الإسكان الأكبر من نوعها منذ الاستقلال، حيث تم توزيع نحو 29 ألف وحدة سكنية عبر عديد من ولايات الوطن من بينها وهران التي شرعت في توزيع أكثر من 26 ألف وحدة عبر مراحل. خليل تواتي. الاحتفال بالذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب شهد عمليات توزيع كبرى لوحدات سكنية بمختلف الصيغ عبر العديد من الولايات، والبداية بوهران التي شرعت في توزيع 26 ألف وحدة سكنية بصيغ مختلفة وعبر مراحل لتعم الفرحة قلوب المستفيدين. الفرحة نفسها عاشتها ولاية تيارت بتوزيع أكثر من 3000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، أما بولاية سكيكدا فقد تم بها توزيع 820 وحدة سكنية بصيغ مختلفة على مستحقها. اليوم الحمد لله بسبب التدخل تاع الدولة والمجهود تاعها. الحمد لله سيتي بيان ايكيبي فيها كلش، عندنا مملك كاين ليكول بريمير كاين سوام. معاناة كبيرة تاع كرا، واليوم الحمد لله جاب ربي الصواب ورانا جايين نشوفوا في السكنة تاعنا، إن شاء الله ندخلوها بصحة وستر.
من جهتها ولاية بيجاية شرعت في توزيع أزيد من 3000 وحدة سكنية من مختلف السياغ، أما بولاية الأغواط تم توزيع أزيد من 3300 وحدة سكنية من مختلف السياغ في أجواء احتفالية بهيجة. سوق هراس أحيت الاحتفالات المخلدة لعيدي الاستقلال والشباب بتوزيع أكثر من 1400 وحدة سكنية من مختلف السياغ على المستفيدين. الأجواء نفسها عاشتها ولاية سيدي بلعباس بتوزيع أزيد من 1400 وحدة سكنية بمختلف السياغ. أما بولاية الجلفة فقد استلمت أكثر من 900 عائلة مقررات الاستفادة من مساكن بمختلف السياغ. ولاية عين الدفلة كانت حاضرة بتوزيع 1000 وحدة سكنية من مختلف السياغ، أما بولاية الوادي فقد تم توزيع أزيد من 1000 وحدة سكنية بشتى السياغ. ولاية جيجل هي الأخرى تم بها توزيع مفاتيح سكنات من مختلف السياغ لأزيد من 1100 مستفيد، أما بولاية تيزي وزو فقد تم توزيع 400 وحدة سكنية موزعة بين إعانات للسكن الريفي وصيغة العموم الإيجاري. 197 وحدة سكنية من مختلف السياغ هي الحصة التي تم توزيعها بولاية عين تيموشنت. وبولاية بسكرة فقد تم توزيع 180 وحدة سكنية من مختلف السياغ. أما بولاية تيميمون فقد تم توزيع أكثر من 100 مسكن بصيغة العمومية الإيجاري. صيغة السكن الريفي أيضا حاضرة بتوزيع حصص معتبرة من الإعانة المالية لإنجازها، منها 1890 إعانة مالية بولاية ورقلة و730 مقرر استفادة من مساكن ريفية بولاية البويرة. أما ولاية توغورت فقد تم بها توزيع 1000 إعانة مالية لإنجاز السكن الريفي، وبولاية غردايا تم توزيع 300 مقرر استفادة من السكن الريفي. ولاية أدرار تمرست وإليزي تم بها أيضا توزيع مقررات استفادة من إعانة مالية للسكن الريفي. والحمد لله أعطونا الإعانة وعقوب اللي مازال إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله قوتها يا نكرم من اسم النيتك فينا بناء الريفي لسم النيت لوب بيشي. وللقضاء على السكنات الهشة تم بولاية مستغانم توزيع أزيد من 900 وحدة سكنية بمختلف السياغ، أما ولاية تلمسان فقد تم بها توزيع أزيد من 1500 وحدة سكنية من مختلف السياغ، وبولاية برج بوعريريج تم توزيع أزيد من 2600 وحدة سكنية بمختلف السياغ. أما بولاية سعيدة فقد تم توزيع 300 وحدة سكنية من مختلف السياغ، هذا وتبقى الجهود متواصلة لإتمام توزيع البرامج السكنية عبر الوطن. تعلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المواطنين أنه على إثر الحرائق المندلعة أمس 4 جويلية بولاية خنشلة قد جندت وسائل وإمكانيات بشرية ومادية معتبرة من 7 ولايات مجاورة تدعمها مروحيتان تابعتان للحماية المدنية لإخماتها والمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تطمئن جميع الساكنة أنه لم تسجل خسائر مادية لحد الساعة. وفي الأخير وإذ تنوه الوزارة بتواصل الجهود إلى غاية الساعة قصد السيطرة على الحريق وإخماده نهائيا، تطلب من الجميع التحلي بالحيطة والحذر اللازمين في مثل هذه الحالات. وفي بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أنه على إثر حادثة الإغماء الجماعي والتسمم التي شهدتها أحدى شواطئ بلدية تنس التابعة إقليميا لولاية شلف والتي أسفرت عن عدد من الإصابات وحالة من الهلع لدى المواطنين، تطمئن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الرأي العام بتماثل جميع المصابين للشفاء ومغادرتهم جميعا الهياكل الاستشفائية بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية، كما تؤكد الوزارة على اتخاذ السلطات المحلية لعدد من الإجراءات العملية والاستعجالية ابتداء من ليلة 4 جويلية 2021 الرامية إلى حماية سلامة المصطفين، فيما تعكف فرق ميدانية مختصة على مباشرة التحقيقات البيولوجية للفصل في أسباب هذا الحادث والتي سيتم إطلاع الرأي العام بها فور استكمالها.
الآن ولانشغال الصحي، وبخصوص الوضعية الوبائية بالجزائر، سجلت 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وعشر وفيات، ما تماثل 361 مريضا للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة حسب ما كشفت عنه أمس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. هذا وأوضح معهد باستير الجزائر أنه تم اكتشاف سبع حالات جديدة من السلالة المتحورة دلتا لفيروس كوفيد 19 بولاية الجزائر، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المكتشفة لحد الآن إلى 31 حالة. دوليا الآن، وفي ملف الصحرائية الغربية، نفذ جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة ضد قوات الاحتلال المغربية في نقاط متفرقة من الجدار الرملي حسب بيان لوزارة الدفاعية الصحراوية. وفي الشأن الليبي، أثنى أمس المجلس الرئاسي الليبي على جهود المفوضية الوطنية للانتخابات في فتح سجل الناخبين، داعيا كل الأطراف إلى تقديم تنازلات لإنجاح الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل. أرجأ أعضاء الاجتماع الوزاري 18 لدولي الأوبك وحلفائهم خارج المنظمة أوبك بلس أعمالهم المقررة أمس إلى تاريخ آخر، وهذا لمزيد من المحادثات والمشاورات بين دول الأعضاء. ويهدف الاجتماع إلى دراسة أوضاع سوق النفط العالمية وبحث آفاق تطورها على المدى القصير واتخاذ القرارات المناسبة على أساس ذلك. حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة المتحور دلتا لفيروس كورونا وانتشاره على نطاق واسع بين دول العالم. وأكد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم أن الدول التي تم رصد المتحور دلتا فيها بلغت نحو 89 دولة حتى الآن. دليلا زياد. حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة المتحور دلتا لفيروس كورونا وانتشاره على نطاق واسع بين دول العالم، ويثير احتمال حدوث موجة جديدة لكوفيد 19 مخاوف مع انتشار الوباء الذي أودى بحياة حوالي 4 ملايين شخص في العالم منذ ظهوره في نهاية ديسمبر الماضي، بينما سجل الوباء تسارعا خلال الأسبوع الجاري في جميع مناطق العالم باستثناء أمريكا اللاتينية. هذا ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن المواطنين الأمريكيين للتلقيح ضد فيروس كورونا، معتبرا أن الحرب ضده لم تحسم بعد. هذا وفي حصيلة جديدة سجلت البرازيل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، فيما سجلت أندونيسيا أعلى حصيلة يومية من الوفيات منذ بدء تفشي الفيروس، في حين سجلت روسيا ارتفاعا كبيرا في نسبة العدوى منذ جانفي الفارط. ونختم بالاحتفالات بعيدي الاستقلال والشباب، حيث احتضن فضاء دار الأوبرا بعلام بالسايح احتضن مساء أمس حفلا متنوعا أجواؤه ينقلها لكم الزميل هشام بوميتا. أغاني وطنية وتراثية تردد صداها بدار الأوبرا احتفاء بعيدي الاستقلال والشباب. الأوركسترا السيمفونية لدار الأوبرا تشاركت الإبداع مع أوركسترا الحرس الجمهوري وبمعية فرقة المزود، وصدحت أصوات كورال رنيم الوصال مع المجموعة الصوتية للحرس الجمهوري. الحاجة المميزة في هذا البرنامج أنه راح يكونوا يعني فرقتين، فرقة أوركسترا يعني الأوركسترا السيمفونية لدار الأوبرا بعلام السايح، وراح تكون معنا موسيقيين يعني من الحارس الجمهوري، يعني ونشكر يعني قيادة الحارس الجمهوري أنه يعني سمحوا لنا أنه يشاركوا معنا وأنه وافقوا على الطالب تاعنا، يعني نشكرهم من هذه المناسبة. وكاين حتى الكورال. هذا الشرف ليا كفنانة أني راح نغني لأول مرة الجزائر برفقة الجوق السيمفوني التابع لدار الأوبرا الجزائر وممزوج مع الجوق الحرس الجمهوري، يعني هذا الشرف لي. الفنانة لامية أيت عمارة من الفنانين الشباب غنت احتفالا بالمناسبة وقدمت باقة من الأغاني الوطنية والتراثية المتنوعة.
كل عام والجزائر الحبيبة بألف خير. إلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي إلى ختام النشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة والوفاء. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل التقني والتحرير، أطيب المنى وليلة هادئة.